اللي عندهم ألقاب على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت كيعطيو واحد الدفعة للفريق اللي يحصل على أفضل النتائج. إذن المركز الثالث مناسبة بين إيران والمغرب، المركز الثاني للكويت، المركز الأول لتركيا. إذن هادو معروفين يعني على المستوى الدولي والعالمي، كلهم يعني المنتخبات اللي عندهم الكلمة ديالهم في هاد الملتقيات هذه. هنيئا للأبطال المغاربة بيد الفوز على مستوى صنف الكاتا رجال بالميدالية البرونزية. إيران مركز ثالث أيضا وميدالية برونزية، مناسبة الكويت مركز ثاني وميدالية فضية، تركيا مركز أول وميدالية ذهبية. ثاني ميدالية بالنسبة للمشاركة المغربية في اليوم الثاني من منافسات رياضة الكاراتي، في انتظار أيضا مشاركة نبيل الشعبي، نسرين بروك وفاطمة الزهراء الشجعي في أوزان مختلفة. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي للكاراتي في صنف الكاطف الفروق. بهذه المناسبة نبارك لكل مكونات الجامعة الملكية المغربية للكاراتي وأساليب مشتركة على النتائج المحصلة عليها إلى حدود هذه الساعة، وهي نتائج جد مشرفة. بالفعل نتائج أكثر من طيبة على مستوى دورة العاب التضامن الإسلامي قونية 2021. المستوى أيضا الحصيلة، حصيلة الميداليات، سنعود للحديث عنها أكثر، لكن الآن نتوقف مع النشيد الوطني التركي.